تحالف الشعب الذي يضم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا وأيضا حزب الحركة القومية وزعيم دولة باهتشلي أعلن عن أن رئيس تركي رجب طيب أردوغان سيكون هو المرشح في انتخابات رئاسة لعام 2023. دولة باهتشلي زعيم الحركة القومية توقع فوز رئيس أردوغان بشكل كاسح في تلك الانتخابات المقبلة. أمام حضراتكم تلك الصورة، تأكيد جديد أردوغان سيدخل المعترك الرئاسي في عام 2023 مرشحا عن تحالف الشعب. تعلم حضراتكم بأن المعارضة التركية كانت قد طلبت بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وهو أمر رفضه بشكل قاطع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. الآن أيضا هناك حديث كثير عن أن هناك صراعات داخل المعارضة التركية، من سيقود الحراك ضد رئيس تركي رجب طيب أردوغان في الانتخابات المقبلة؟ هل سيكون كمال كليتشارولو رئيس حزب الشعب الجمهوري أم أكرم إمام أغلو رئيس بلدية إسطنبول؟ كان هناك أيضا لقاءات لافتة للنظر متعلقة برئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أغلو مع كل من السفير الأمريكي والسفير البريطاني. هذا الأمر أعاد للأذهان التصريحات السابقة لجو بايدن في عام 2019 قبل دخوله المعترك الرئاسي للانتخابات الرئاسية الأمريكية، حينما ذكر بأنهم سيدعمون المعارضة التركية في وجه أردوغان من أجل هزيمة أردوغان في الانتخابات الرئاسية المقبلة.